هذا التحليل بيأكد أنه الحكم مصاب بالإيدز، ووفقاً لحالته الصحية نحن مجبرين نرجعه للمشفى. اسمع يا سيف، بتضعف عدد الحراسة على المشفى، ممنوع حتى سيارتي الشخصية تدخل أو تطلع من المشفى بدون ما تتفتش. أمرك سيدي. تنسولي انه في شيء بهالبلد اهم من جيبة حكم الصياد للسجل مرة تانية، حتى لو كان تحت سابع ارض. معكم الصلاحيات كاملة لتتصرفوا باسرع وقت.